السلام عليكم. في حين أن اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية في المغرب، فسوف تواجهون مجموعة متنوعة من اللهجات بما في ذلك الدارجة المغربية. يمكن أن يساعدكم تعلم بعض العبارات الأساسية بالدارجة المغربية على التفاعل مع السكان المحليين والانغماس في الثقافة المغربية. سأعطيكم اليوم 3 عبارات عن الله يمكنكم استخدامها لتقولوا شكرا لك. هذه العبارات هي: الله يحفظك، الله يعطيك الخير، الله يرحم الوالدين. حاولوا أن تستخدموا هذه العبارات لتقولوا شكرا لك وأنتم هنا في المغرب.